بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاترة؟ خلصنا في المحاضرة الأولانية الأقوس أسيد بيس تايتريشن. الأقوس يعني مائي، يعني بدأوا في مية. هنبدأ بقى في بارت 2 اللي هو النون أقوس تايتريشن. يعني إيه نون أقوس تايتريشن يا دكاترة؟ يعني التايتريشن اللي بتتم في الوسط اللا مائي، في الوسط اللا مائي. طيب انا بستخدم النون اكواس تايتريشن دي لايه بالظبط؟ لايه بالظبط؟ قال لك لحاجتين. اول حاجه الكومباوند ويتش ار انسولابل ان ووتر، مواد ما بتدوبش في الميه. بدل بقى ما اشتغل باك تايتريشن اجيب اللي هو الماده واحط عليها نون اكسس اماونت من ستاندرد واعمل تايتريشن للستاندرد اللي باقي، لا انا هدوبها في مذيب تاني غير الميه. حلو. طيب وهنشوف المذيب التاني ده وهيعمل ايه في المادة بتاعتي. طيب في حاجة بقى تانية اللي هو الكومباوند which are two weakly basic او two weakly acidic. two weakly basic او two weakly acidic يعني ايه؟ مواد حمضية ضعيفة جدا جدا جدا، مواد قلوية ضعيفة جدا جدا جدا. فاكرين التيتريشن كيرف بتاعها كان ما كانش فيه انفليكشن، ما كانش فيه منطقة رأسية، ما كنتش بعرف استخدم كاشف، وبالتالي ما كنتش اقدر اعمله دايركت تايتريشن. وبالتالي في الحاله دي انا بلجأ للنون اكواس تايتريشن. يبقى لما يقول لك ايه اليوزز بتاع نون اكواس تايتريشن، استخدمها في حاجتين يا دكتور، المواد الضعيفه سواء قلويه او حمضيه، او المواد اللي ما بتدوبش في الميه. طيب انا هعرف منين الماده بتاعتي قلويه ولا حمضيه ضعيفه؟ على حسب حاجه اسمها البي كي. على حسب حاجه اسمها ايه؟ البي كي. البي كي يا دكاتره، احنا لو انتوا فاكرين البوريك اسيد كان هو كنا بنقول عليه ان هو ضعيف خالص، لان البي كي بتاعته تقريبا 6 او حاجه او 8 حاجه زي كده. ماشي. انا بقى هحدد الاسيد بتاعي والبيز بتاعتي قويه ولا ضعيفه على حسب البي كي. هاخد قيمه وسطيه زي البي اتش بالظبط. مش البي اتش باخد القيمه 7، انا هاخد برضو البي كي القيمه بتاعته 7 او 8، خلينا 7 أو 8. في حالة الأسيد لو البي كي أكبر من 8 يبقى ده very weak acid. لو البي كي أكبر من 8 يبقى ده very weak acid، يعني 9 10 11 12 وهكذا. أما في حالة البي كي، في حالة البيز، يبقى إيه؟ أصغر من 8 يبقى ده very weak base. عندك في الجملة هنا مكتوب اللي هي بي كي أكبر من 8 وسكت وخلاص محددش. ماشي. بس أنا لازم أفهمك. يبقى أنا بحدد المادة بتاعتي حموضية ضعيفة لما تكون البي كي أكبر من 8، قلوية ضعيفة لما تكون البي كي أصغر من 8. ماشي. طيب هو أنا دلوقتي هعمل لها تايتريشن في نون أكوس سولفنت، في سولفنت لا مائي أو في مذيب عضوي. ايه وظيفة المذيب ده بقى؟ قال لك المذيب ده بيقوي الاتنين. يعني ايه بيقوي الاتنين يا دكتور؟ يعني بيقوي الخصائص الحمضية والقاعدية للسامبل اللي هي الضعيفة. ايوه. وكمان مش بس كده، ده بيقوي الخصائص الحموضية والقاعدية للتايترنت بتاعي. ايه ده؟ يعني هو وجوده في العينة بتاعتي بيأثر على الاتنين؟ قال لك ايوه، بيقويهم. يبقى اول حاجه enhance the basic or acidic character of compound، ولما يعمل enhancement للكاركترز دي so make it suitable for titration. لان انا عندي المشكله عندي ان هو ضعيف، الكومباوند بتاعي ضعيف سواء كان حمضه او قاعده، مش هقدر اعمله titration. لا انا قويتك اهو، ما بقاش عندك حجه. مش بس كده، enhance the strength of the titrant، يقوي التايترنت كمان حتى لو هو قوي. شفت؟ حتى لو هو قوي يزود الايه؟ القوة بتاعته. ذات امور كومبليت نوتراليزيشن رياكشن اند شاربر اند بوينت از ايه؟ از اوبتيت. حلو. يبقى يقول لك الرول اوف نون اكوا سولفنت ايه هو؟ بيعمل حاجتين. بص عشان ما تنساهاش، سترينث، اكتب كلمة سترينث واعمل سهمين، التايترنت والسامبل. يزود التايترنت ويزود السامبل، قوة الحامضية أو القاعدية. طيب عندنا بقى، بصوا الحتة دي برضو مين عندنا؟
في 3 نظريات وضعوا لتعريف الأسيد والبيز. 3 نظريات لتعريف الأسيد والبيز. أول واحد اللي هو أرهينيوس، لو أنتوا فاكرين أرهينيوس ده، دي أول نظرية وضعت لتعريف الأسيد والبيز. قال لك الأسيد هي المادة اللي فيها هيدروجين، والبيز المادة اللي فيها هيدروكسيد بس مطلق. وطبعا الكلام ده غلط، لأن في مركبات ما فيهاش مثلا هيدروكسيد وهي بيزك، زي الأمونيا الـ NH3، ما دي بيز. وبالتالي الإيه النظرية كانت فيها شوية ديفكت، يعني بس فيها شوية غلطات أو ناقصة. طيب جه بعده العالم اسمه برونستد لوري. برونستد ده عالم، ولوري ده عالم برضه. برونستد ولوري قال لك لا، أنا هعتمد على البروتون، البروتونات. شوف عارفين النواة فيها بروتونات ونيوترونات. قال لك الأسيد هي المادة اللي بتدي بروتون، والبيز هي المادة اللي الأكسبت بروتون. حلو، يبقى الأسيد هو المادة اللي بدونيت بروتون، أما البيز هي المادة الأكسبت بروتون. قال لك برضو دي ما مش مظبوطة شوية، ممكن نعدل بقى أكتر. هناخد بقى في الجزء اسمه الكومبلكس عالم اسمه لويس، عشان برضو الحتة دي هشرحها لك تاني. لويس ده بقى قال لك إيه؟ قال لك أنا لا أعتمد على بروتون ولا على هيدروجين ولا على هيدروكسيد، أنا أعتمد على الحاجة اللي بتزعلش حد. إيه هي دي الحاجة دي يا باشا؟ الإلكترونات. الإيه؟ الإلكترونات. قال لك البيز هي مادة غنية بالإلكترونات، مادة غنية بالإلكترونات، بتدي إلكترونات، بقول عليها إلكترون دونر. زي إيه؟ زي النيتروجين، الأكسجين، الفوسفورس، السلفر، اي هالايت. بقول عليها نوبس، اختصارها نوبس. دي ذرات لو موجوده في مركب، اقدر الذرات دي بيكون عليها زوج من الالكترونات الغير مشارك في الرابطه، تقدر تديها الايه للماده تانية. الماده التانية بقى اللي هتستقبل الالكترونات دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها اسيد. يبقى عمك لويس قال لك الاسيد هو الكترون اكسبتور، اما البيز هو الكترون دونر. الكلام ده هنقوله تاني. هنا بقى انا في تعريف الاسيد والبيز للسولفنت هعتمد على نظريه البرونستد لوري. السولفنت ده دكاتره ممكن يكون اسيد برضه ممكن يكون بيز، صح ولا مش صح؟ قال لك صح. قال لك الاسيد هو اللي بيدي بروتون للبيز. طيب السولفنت موليكيول قال لك are either acid or base، يعني السولفنت بتاعي اما اسيد او بيز. ما تبص كده معايا، انا عندي الميه ده متردده. يعني ايه متردده؟ يعني تتفاعل مع الحمض كقاعده ومع القاعده كحمض، يعني زي الحربايه بالظبط. بص كده معايا، الميه هنا هتتفاعل كاسيد، يبقى هتعمل ايه للماده اللي قدامها؟ هتديها الهيدروجين بتاعها. لما تديها الهيدروجين للبيز، ها، تتحول اهو لايه؟ لاسيد تاني. يبقى تفاعل الاسيد مع البيز، تفاعل الاسيد مع البيز ده يكون اسيد وبيز تانيين، على حسب نظرية برونستد ولوري. على حسب، ركز والنبي، على حسب نظرية برونستد ولوري. يقول لك تفاعل الاسيد مع البيز في البرونستد لوري ثيوري يديني ملح وميه، غلط، يديني اسيد وبيز، يديني اسيد وبيز. طيب ركز بقى كده معايا في حته عايز اوضحها لك على ورد افضل. ادي عندي مثلا حمض زي ال HCl، مش قلت لك ده بروتون دونر؟ لما يفقد ال H الموجب ويديني Cl ماينس، ادي اسيد صح؟ انا قلت ان هو بروتون دونر، ساب البروتون بتاعه اهو. ال Cl اللي ناتجه دي بقول عليها اسم كونجوجيت بيز، بقول عليها كونجوجيت بيز. ها، كونجوجيت بيز. طيب عندي حاجه زي الامونيا ال NH3 بتكتسب الهيدروجين الموجب وبتتحول للامونيوم كاتايون اللي هو ال NH4. طيب الامونيا اكتسبت هيدروجين وتحولت لي الامونيوم كاتايون. الامونيوم كاتايون ده بقى اسمه كونجوجيت اسيد. يبقى الاسيد
لما يفقد الهيدروجين يتحول لايه؟ لكونجوجيت بيز، ها اسيد، يتحول لبيز. اما الامونيا او البيز لما تكتسب الهيدروجين تتحول الى كونجوجيت اسيد. يا رب تكون وصلت. يبقى انا هنا عندي تعريف الاسيد والبيز، عرفناه على حسب برونوستد لوري، وعرفنا ان عندي اسيد يتفاعل مع بيز يديني اسيد وبيز برضو. شفت الميه اتفاعلت مع الامونيا ومره اتفاعلت مع الاتش سي ال، عادي خالص. طيب انا عندي الميه اهي اتفاعلت مع اسيد او بيز، حلو. قال لك الميه ذات نفسها ممكن يحصل تفاعل بينها وبين بعضها، بقول على التفاعل ده اوتو بروتولايسس. يعني ايه اوتو بروتولايسس؟ يعني بتاخد وتدي البروتونات لبعضها. شوف ميه اسيد اتفاعلت مع ميه بيز، الميه الاسيد ادت البروتون للميه التانية واتحولت لايه؟ لهيدروكسونيوم ايون، ده اسمه هيدروكسونيوم ايون، ودي لما فقدت الاتش الموجب بتاعها اتحولت لبيز اللي هي الهيدروكسيد. يبقى التفاعل ده اسمه بروتولايسس، بروتولايسس. الحته اللي تحت دي مش مهمه، ماشي. يبقى انا كده عرفت السولفنت هو اسيد او بيز، حلو، وعرفت دوره في التفاعل ان هو بيعلي الاسيديتي او البيزيستي بتاع التايترانت وبتاع السمر. طيب ما تيجي بقى نشوف اللي بيجي في الامتحان. ايه اللي بيجي في الامتحان يا دكتور؟ انواع السولفنت، انواع السولفنت في النون اكوا سوليوشن او في الاكوا سوليوشن. عندي اربع انواع، اقسم لك بالله هيجي لك واحد منهم في الامتحان او اتنين، ماشي، سواء ميد ترم او فاينل، عشان بس ما يبقاش حد تاني مثلا ايه باطل، هيجي لك منهم في الامتحان سواء الميد ترم او فاينل. مفيش امتحان تحليليه ما فيهوش انواع السولفنت. عندي امفي بروتيك سولفنت، ابروتيك سولفنت، بروتوفيليك سولفنت، بروتوجينيك سولفنت. واحده واحده كده معايا. اول واحد هو امفي بروتيك. امفي يعني متردد، بروتيك يعني بروتون. امفي بروتيك يعني ايه؟ مره ياخد الهيدروجين ومره يسيب الهيدروجين. هو مين الماده اللي بتاخد الهيدروجين وتسيب الهيدروجين؟ زي الميه، الحربايه بتاعتنا متلونه، مره تتفاعل كاسيد ومره تتفاعل كبيز، وبالتالي الماده دي ليها بوث اسيدك اند بيزك كاركترز او بروبرتس، يعني تتفاعل كاسيد او تتفاعل كبيز، وطبعا بيحصل لها اوتو بروتولايسس. زي ايه؟ اشهر مثال عندي زي الميه، زي الميه والميثايل الكحول، هما دول مثالين عايزك تعرفهم بس هنا، ماشي. الميه هو اشهر مثال على الامفي بروتيك سولفنت. ايه هو الامفي يا دكتور؟ امفي حربايه، عشان ما تنساهاش، امفي الحربايه، بيتفاعل مع الاسيد وبيتفاعل مع البيز، وبالتالي ليها اسيد وبيز كاركتر. طيب نيجي للنوع الثاني، ابروتيك. حرف الا دي كبريفكس، يعني قبل الجمله، قبل الجمله او قبل الكلمه بينفي. يعني ايه بينفي؟ يعني ابروتيك يعني ما فيهوش هيدروجين، يعني من الاخر ممكن يكون فيه هيدروجين برضه على فكره، بس لا بيتفاعل مع الاسيد ولا بيتفاعل مع البيز، وبالتالي لي نو اسيدك اور بيزك كاركترز، يعني لا هو اسيد ولا هو بيز. بيقول لك هاف نو ديسوشيبل بروتون، يعني ما فيهوش بروتون يخرج. ما هو انا بقول على الماده يا دكاتره اسيد او بيز، على حسب هي هتسيب البروتون بتاعها تبقى اسيد. كل ما الماده تسيب البروتون بسهوله كل ما كانت اسيد قوي، زي الاتش سي ال، الاتش سي ال مجرد ما تحطه في ميه تلاقيه ساب الهيدروجين، يبقى ده قوي جدا. إيه الاسيتك اسيد؟ لا مش قوي لانه ماسك في الهيدروجين بتاعه. شو لو تندنسي، ها يعني اقل قابليه تو دونيت، تعطي بروتون اللي هو الاسيد او اكسبت بروتون اللي هو البيز. يبقى ده بقول عليه انرت سولفنت، سولفنت ها خامل، سولفنت ايه؟ خامل. الامثله بقى غاية 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 في الأهمية، ما تطلعش من دماغك، اللي هي البي سي سي، ها أو ممكن تعملها أنت عشان أنت تفتكرها بالسي بي سي، قناة سي بي سي، سي بي سي كلوروفورم بنزين كربون تترا كلورايد، ها كلوروفورم بنزين كربون تترا كلورايد سي بي سي، ماشي يا دكتور. بيجي لك في الامتحان an example of abrotic solvent ويجيب لك اختيارات بنزين كلوروفورم
كربون تترا كلورايد. تمام، نيجي بقى على الانواع الثانيه. انا قلت واحد فيه اسيد وبيزك كاركترز، واحد ما فيهوش اسيد ولا بيز. هنيجي بقى الانواع الثانيه، مره يكون اسيد ومره يكون بيز. اول واحد بروتوفيليك. بروتوفيليك يعني محب للبروتون، بروتو يعني بروتون، فيليك يعني محب. هو مين الماده اللي بتحب بروتون؟ البيز. الاسيد لو بيحب البروتون ما كانش سابه، الاسيد لو بيحب البروتون ما كانش سابه، لكن البيز لا، هو بيحب البروتون، بيقول له تعالى ده انا بحبك، الاسيد سابك انا هاخدك. يبقى البروتوفيليك سولفنت هو البيزك سولفنت، بيقول لك this class more basic than water، يعني هنا ده basic solvent، اكتر قاعدية من المية. اهو عندي اسيد، لو عندي اسيد اتش بي في اتش سولفنت مع جزيئات السولفنت، السولفنت ياخد الاتش. ايه ده؟ طب ايه ده؟ وعمل ايه بقى كده؟ شفت السولفنت عمل ايه؟ خلى الاسيد يسيب الاتش بتاعته، وبالتالي زود الحامضية. يعني ايه زود الحامضيه؟ ما هي دي المشكله بتاعتي، ما المشكله بتاعتي ان الماده بتاعتي لو كانت حمض هو ضعيف، السولفنت جه بقى يقول له معلش معلش هات الاتش بتاعتك دي كده، انا محتاجها، انا بحبها، انت مش عايزها، هخليك تفقد الاتش بتاعتك وتديني كونجوجيت بيز زي الاتش سي ال، افتكر خرج الكلورايد اللي هو سي ال سالب كونجوجيت بيز، ويديني جزيئات اسمه سولفيتد بروتون. يبقى كده زود ها الخصائص الحامضيه، يبقى البروتوفيلك بيزود الخصائص الحامضية. ماشي، الأمثلة اللي عندك أي مثال أورجانيك بيكون فيه أكسجين، عندنا الإيثر زي الديوكسين، الكيتون زي الأسيتون، ممكن يقول لك داي إيثايل كيتون، ممكن يجيب لك أي حاجة فيها إيثر أو كيتون، إستر زي الإيثار أسيتيل. كمان بقى مثال مشهور قوي الأماينز زي الليكويد أمونيا، ده أهم مثال عندك. شفت هو رقم أربعة، أنا آسف إن أنا حطيته في الآخر بس المفروض كنت أحطه في الأول. أشهر مثال على البروتوفيليك سولفنت هو الأمونيا، الليكويد أمونيا. طيب في حاجة بقى عايزك تصحصح كده معايا فيها وتفتح مخك. دلوقتي عندي مصطلحين، ليفلنج إفكت وديفرانشيتنج إفكت. بص بقى معايا واحدة واحدة، عندي حاجة زي الهيدروكلوريك اسيد والبيركلوريك اسيد. نسيبنا من المثالين دول عشان او ان هما صعبين عليكم شويه، خلينا في حاجه معروفه، حاجه زي ال HCl والاسيتيك اسيد. ال HCl والاسيتيك اسيد، ال HCl ده حمض قوي والاسيتيك اسيد ده حمض ضعيف، انت عرفت منين؟ ما تدوبهم في ميه. اقف، ما دوبهم في ايه؟ في ميه. يبقى الميه فرقت بين القوي والضعيف، عشان كده بقول عليها differentiating solvent. والله مهمه، والله مهمه. الميه ليها دعوه بالاسيتيك اسيد هو قوي ضعيف؟ لا ملهاش دعوه. ليها دعوه بالاتش سي ال هو قوي؟ لا. انا هحطكم انتوا الاثنين، القوي هو هيفضل قوي والضعيف هيفضل ضعيف، وبالتالي فرقت بين الحاجتين دول. يبقى كده لما يقول لك ال HCl والاسيتيك اسيد ان ووتر هاف ذا سيم سترينث، غلط طبعا، ما همش نفس القوه، القوي قوي والضعيف ضعيف. نيجي بقى للفكره بقى الجديده، الفكره الجديده بتاعتنا، لو ال HCl بقى مع الاسيتيك اسيد ورحت حطه في ليكويد امونيا. الليكويد امونيا دي بقى يا دكاترة هتقوم عاملة ايه؟ بصة للضعيف، بصة للغلبان اللي هو الاسيتيك اسيد. ال HCl كده كده بيسيب البروتون بتاعه بسهولة، هو كده كده بره، كده كده متأين. يجي بقى للايه؟ للضعيف، يقوم مخليه يسيب البروتون بتاعه بسهوله زي ال HCl. يا نهار ابيض، يعني الاسيتيك اسيد هيسيب البروتون بتاعه بسهوله؟ ايوه. مين اللي هيخليه يسيب البروتون بتاعه بسهوله؟ ليكويد امونيا. ازاي؟ ما انا لسه قايل لك فوق اهو، اطلع اطلع، لسه قايل لك ان السولفنت بيخلي الاسيد يسيب البروتون. وفي الحاله دي شوف 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 شوف،
الاسيتيك اسيد والاتش سي ال الاثنين بيكون ليهم نفس القوه الحامضيه. يا نهار اسود، استغفر الله العظيم. ايوه بس في الميه، لا ده في الليكويد امونيا. وبالتالي الليكويد امونيا بقول عليه ليفلينج، ليفلينج كامل مصعد بيرفع سولفنت. يعني ايه ليفلينج سولفنت يا دكتور؟ يعني بيخلي الاسيتيك اسيد اللي هو الضعيف نفس قوه الاتش سي ال. طب وطالما خلى نفس قوه الاتش سي ال بيخليه بقى indistinguishable. يعني ايه indistinguishable؟ يعني ما اقدرش افرق في الاسيديتي بين الاثنين. يبقى هنا في الامتحان يقول لك الليكويد امونيا has leveling effect on weak base. weak base غلط، امال بيشتغل كليفلنج effect على ايه؟ على الويك اسيد زي الاسيتيك اسيد. يبقى الليفلنج effect معناها ان انا برفع او بقوي الضعيف، ماليش دعوه بالقوي، ماليش دعوه بالايه بالقوي. عندي المثال اهو، الهيدروكلوريك اسيد والبيركلوريك اسيد have the same strength in liquid ammonia، مع ان الاتنين مختلفين في القوه، بس الليكويد امونيا ده اهو يجي للضعيف ويقول له انا هقويك، عشان انتوا الاتنين تبقوا قد بعض، كانكم بتروحوا الجيم في نفس الايه في نفس الفتره الزمنيه. يعني واحد بيروح الجيم بقاله سنه، واحد بيروح الجيم بقاله شهر، هخليهم الاتنين ليهم نفس العضلات، ليهم نفس القوه. شوف، مع ان التاني المفروض ليه عضلات اقوى لانه بقاله بيروح سنه، تمام، لكن their strengths differ widely in water، لان الووتر زي ما قلت لك ما تطلعش من دماغك، هي differentiating solid. يبقى لما يسالك في الامتحان ايه هو الليفلنج effect، يقول لك تقول له all acids tend to become indistinguishable in strength from another in ها in basic solvent. شيل كلمه strong دي عشان ما تتلخبطش، in basic solvent. طيب انا قلت لك يعني ايه differentiating effect ويعني ايه leveling effect. البروتوفيليك محب للبروتو، محب للايه؟ للبروتو. طيب البروتوجينيك بقى، البروتوجينيك عكس التاني، بروتو ها يعني بروتو، جينيك يعني ايه؟ كاره، كاره للبروتون. ومين اللي بيكره البروتون؟ مين اللي بيطرده؟ اللي هو الاسيديك سولفنت. يبقى النوع ده اسيديك زان ووتر، زي اشهر مثال سلفوريك اسيد والاسيتيك اسيد. سلفوريك اسيد وايه يا دكاتره؟ والاسيتيك، والاسيتيك اسيد. بص كده، ادي البيزك سولفنت اهو البي، ياخد الاتش من الايه؟ من الاسيتيك اسيد. ركز، لا البي ده هو السامبل بتاعتي، الاسيتيك اسيد ده السولفنت، يقوم مديله الاتش. طالما اداله الاتش يبقى قوى الخصائص القاعديه، يبقى قاعده عامه ما تطلعش من دماغك في الكيمياء. لما المركب بتاعي يسيب الاتش بتاعته بسهوله يبقى مور اسيديك، لما المركب بتاعي ياخد اتش بسهوله يبقى مور بيزك. اشهر مثالين قلت لك السلفوريك اسيد والاسيتيك اسيد. طيب الليفلنج افكت تاني، ليفلنج افكت تاني. ايوه انا عندي حاجه زي الامينز والالكايل امينز او الالكايل انيلينز، دول مختلفين عن بعض عامه في البيزستي، دول مختلفين عن بعض في البيزستي. وبالتالي عشان افرق ما بينهم في القاعديه احطهم في ميه. الميه ليه يا دكتور؟ لانها ديفرنشيتنج سولفنت، بتفرق بين بين القوي والضعيف. طيب انا دول بقى بيزس، عايز اقوي الضعيف احطه في بيزك سولفنت زي اللي فات اللي هو البروتوفيليك، لا انا احطه هنا في البروتوجينيك سولفنت، في الاسيديك سولفنت. يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك البروتوجينيك سولفنت هاز ليفلنج افكت على، يجيب لك الويك اسيد، يجيب لك الويك بيزس، يجيب لك السترونج اسيد، يجيب لك السترونج بيزس. ها ده يا دكتور بروتوجينيك يعني اسيدك، يبقى ليه ليفلنج افكت على الويك بيزز زي ايه؟ زي الاليفاتيك امينز او الالكالين انينز وهكذا. يبقى احنا خدنا الامفيبروتيك بروتو والابروتيك بروتوفيليك والبروتوجينيك سولفت. نيجي بقى على اخر حاجه في الاسيد بيز اللي هي الابلكيشن بتاع النون اكواس تايتريشن. الابلكيشن بتاع النون اكواس تايتريشن يا دكاتره، عندنا المواد بتاعتي اما تكون ويك اسيدز او مواد ويك بيزس. هنبدا بالويك بيزك سبستانس، الويك بيزك سبستانس. بص يا دكتور، انا عندي قاعده بمشي فيها عشان ما اتعبش في النون اكوس، بكتب السامبل
بكتب السولفنت، بكتب التايترانت والسولفنت اللي دايب فيه، بكتب الانديكيتور. طيب السامبل بتاعتي بقول عليها ويك بيزك سبستانس، زي ايه؟ زي الامين، زي الامايدز، زي اليوريا، زي الالكالويدز، كل دي مواد بيزك. حلو. طيب هدوبها في ايه؟ اه شوف بقى، انا هدوبها في الحاجه اللي تقويها. مين اللي بيقوي البيزك؟ البيزك سبستانس البروتو بروتوجينيك الاسيتيك اسيد، الايه؟ الاسيتيك اسيد. طيب التايترانت بتاعي انا عندي ماده بيز، انا عندي ماده بيز، هدوبها في ايه او اعملها تايتريشن بايه؟ باسيد البيركلوريك اسيد. لوحده؟ لا، انا بدوبه في اسيتيك اسيد، بقول عليه اسيتاس بيركلوريك اسيد. ايه ده يا دكتور؟ ده البيركلوريك اسيد اصلا قوي جدا. ايوه ما انا عارف ان هو قوي جدا، بس انا بحطه في اسيتيك اسيد، شوف بقى، يخليه اقوى. ايه ده؟ اسيد مع اسيد هيخليه اقوى؟ قال لك ايوه، البيركلوريك اسيد يا دكاتره بيسيب الاتش بتاعته بسهوله. حلو. الاسيتيك اسيد هيخليه يسيب الاتش بتاعته بسهوله، دي اعرفها، دي اعرفها، لان الاسيتيك اسيد هنا هيشتغل كبيز. ايه ده؟ ازاي؟ قال لك ايوه، انا عندي مادتين مع بعض. سيبك من كلام اللي هو اللي فات ان الاسيد ما يتفاعلش مع الاسيد والليله دي كلها، دي كلام ثانوي، انت دخلت دلوقتي كليه، كلام جديد ابديتد. الاسيتيك اسيد لما يلاقي حاجه قويه اسيدك هو يشتغل كبيز. طيب هو اشتغل كبيز، يعني هيعمل ايه في الماده اللي قدامه؟ يخليها تفقد الهيدروجين، ولما الماده تفقد الهيدروجين تبقى اسيد قوي. يبقى انا عندي السامبل بتاعتي بيز، السولفنت اللي هدوبه فيها اسيد، التايترنت بتاعي ما يطلعش من دماغك اسيتاس بيركلوريك اسيد، الانديكيتور هو الكريستال فايت. طيب ايه المثال اللي عندي بقى؟ لو عندي ميكتشر من البرايمري والسكندري والتيرشري امين، برايمري سكندري وتيرشري امين، امين امين يبقى امين، والدابوجانين يبقى بيز، ها امين يبقى بيز، يبقى اعمله تيتريشن بي اسيتاس بير كلوريك اسيد. انا قلت في الميكتشر لازم اعين التوتال وبعدين اعين كل واحد لوحده، هنشوف ازاي دلوقتي. قال لك التوتال ميكتشر بعينه مباشرة باسيتاس بير كلوريك اسيد، كله هيتفاعل، البرايمري والسكندري والتيرشري. ليه؟ بص، البرايمري في ان اتش 2 هياخد الاتش من البيركلوريك اسيد ويتحول الى اهو كاتايون. نفس الكلام السكندري R2 هياخد برضو الاتش ويديني R2 ان اتش 2 بلس R3 وهكذا، المعادلات مش حفظ. طيب نيجي بقى، عايز اعين كل واحد لوحده، انا جبت التوتال الاند بوينت الاولانيه. قال لك هقوم جايب عينة جديدة 10 مللي جداد، حلو، وعامل لها ريفلكس. يعني ايه ريفلكس؟ يعني هسخنها لدرجة حرارة عالية قوي مع اسيتيك انهيدرايد. ايه الاسيتيك انهيدرايد؟ اهو اللي هو قدامك اهو، سي اتش 3 سي دبل بوند او او سي دبل بوند او سي اتش 3، عشان ترسمه صح من فوق سي اتش 3 سي دبل بوند او، ومن تحت سي اتش 3 سي دبل بوند او، وصل السهم ببعض باو في النص، وصل السهام ببعض بأو في النص. ايه اللي هيحصل؟ قال لك ده لما هناخد في العضويه بيعمل حاجه اسمها اسيتايليشن، يتفاعل مع البرايمري والسكندري امين بس. ومين اللي هيفضل في التفاعل؟ التيرشري امين، التيرشري امين. ولو حطيت اسيتاس بيركلوريك اسيد والانديكيتور هيعاين بس التيرشري امين، يبقى الاند بوينت الثانيه التيرشري امين فقط لا غير، المعادلات مش حفظ. ماشي. يبقى انا اول واحد خطوه عينت التوتال، تاني خطوه عينت الترشر امين، تالت خطوه بقى هجيب عينه جديده برضو، حلو، واحط عليها ماده، المواد اللي انا بحطها دي هتتحفظ. الترشر امين بعينه عن طريق ان انا بحط اسيتيك انا هيدرايد يتفاعل مع البرايمري والسكندري ويسيب لي الترشر لوحده. اما هنا بحط سلسيلالدهايد، بحط ايه؟ سلسيلالدهايد. يعمل ايه بقى الباشا؟ يقوم مكون شيف سبيس، فاكر الشيف سبيس اللي قلناها في الامينو اسيد؟ هنا نفس الكلام بالظبط مع البرايمري امين بس، وبالتالي هيبقى لي ايه في الوسط؟ السكندري والترشري امين. لو حطيت اسيتاس بيركلوريك اسيد يعينهم لي الاثنين. يبقى بص بقى،
الاند بوينت الاولانيه التوتال، الاند بوينت الثانيه التيرشر، الاند بوينت الثالثه السكندري والتيرشر. اقدر كده بقى اشتغل ايه على كل واحد لوحده ازاي. التيرشري امين هجيبه من الاند بوينت الثانيه، السكندري امين لو طرحت اند بوينت 2 اللي هي التيرشري من اند بوينت 3، التيرشري هيطير مع التيرشري هيبقى لي السكندري امين. يبقى السكندري امين عن طريق طرح الاند بوينت 3 ناقص اند بوينت 2. اما البرايمري امين هطرح الاند بوينت الاولانيه التوتال ناقص الاند بوينت 3 اللي هي السكندري والتيرشري امين. تمام. طيب اخر حاجه السلفونا مايت اللي هي الويك اسيدك سبستانس. ويك اسيدك سبستانس سلفونا مايت، السولفنت سلفونا مايت اسيد، يبقى السولفنت بتاعي بيز. معلش هيبقى صعب عليك حفظه شويه، هو الدي ام اف الداي ميثايل فورمامايد. داي ميثايل فورمامايد، اقوله تاني؟ لا اعيد الفيديو. داي ميثايل فورمامايد، انا عيدته عشان خاطركم، او بيوتايل امين. طيب التايترنت بقى، انا كل مره كنت بقول لك التايترنت صوديوم هيدروكسيد صح، مش انا عندي ده اسيد صح؟ لا انا هنا بقى استخدم حاجه اسمها بوتاسيوم ميث اوكسيد. بوتاسيوم ميث اوكسيد انا عندي دلوقتي يا دكاتره اللي هو الميثانول اللي هو CH3OH صح؟ انا هشيل الاتش واحط بوتاسيوم، يبقى اسمه بوتاسيوم ميث اوكسيد. بوتاسيوم اهو، بوتاسيوم ميث اوكسيد بدوبه في ايه؟ بدوبه في بنزين او ميثانول. هو البنزين ده ايه يا دكتور؟ بروتوفيليك؟ لا. بروتوجينيك؟ لا. ابروتيك، ابروتيك سولفنت. حلو. طيب الميثانول او الميثايل الكحول ده ايه يا دكتور؟ امفيبروتيك. شفت؟ يبقى مجرد الامفيبروتيك والابروتيك مذيبات عاديه، ما يعني مجرد بدوب فيها الماده بتاعتي. حلو. الانديكيتور بستخدم اما سايمول بلو لو كان السولفنت اللي بستخدمه دي ام اف، او بستخدم ازو فايلوت لو كان البيوتايل امين هو السولفنت بتاعي. طيب التفاعل بيتم ازاي؟ قال لك ادي سلفونا مايد اهو، ار سي دبل بوند او دبل بوند او ان ار، وفيها اتش. الاتش دي سهل ان هي تخرج. طيب سهل ان هي تخرج كده لوحدها؟ قال لك لا، لازم طبعا مع السولفنت في وجود الصوديوم ميثوكسيد اللي هو التايترات يخرجها، البوتاسيوم يحل محل الهيدروجين ويديني الايه البوتاسيوم سولت من السلفونامايد ويخرج لي الميثايل الكحول، وكده التفاعل بتاعي كمل كده. الحمد لله وبفضل ونعمه من عند ربنا خلصنا اهم جزء عندك في المنهج اللي هو الاسيد بيس. الميد تيرم زي ما قلت هيجي على الجزء ده بس. نذاكر ونسمع الفيديوهات كويس، واي حد اي حد محتاج اي حاجه في اي وقت، والله في اي وقت، تبعت لي على الواتس، تبعت لي على التليجرام، تبعت لي على الفيس، انا معاكم. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسوي سبسكرايب وكده. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.